برنامج نتاعي راجع البرنامج. نعم سيد بن فليس، تعهدتم بإطلاق العقد الوطني ضد الفساد، هذا شيء جميل سيد بن فليس، لكن في آخر لقاء معكم مع إحدى القنوات الخاصة أكدتم بأنكم لم تتعاملون مع الخليفة وتجهلون القضية أصلا، وأنك سمعت بها بعد تقارير اطلعتم عليها كشفت عن تهريب أموال. كيف لا تعلم سيد بن فليس بقضية الخليفة ولا تربطك أي علاقة بالخليفة، وكل إخواني في باتنا يعرفون بأنك أجرت إحدى الفيلات التابعة لك لفرع الخليفة بنك بوسط باتنا، وتؤكدون أيضا على خلق المزيد في مناصب بالشغل يعني لفائدة الشباب. وفي تجمعكم بولاية باتنا، تجمع شعبي بولاية باتنا، قلتم بصريح العبارة أنا شاوي ونص. ماذا قدمتم لأبنائي لإخواننا الشاوية لما كنتم رئيسا للحكومة، والكل يعلم بانتشار مرض غريب يفتك بإخواننا الشاوية الذين مازالوا إلى يومنا يمارسون مهنة تكسير الحجارة لكسب القوت، أليس هذا ضحك على إخواننا الشاوية الأحرار سي بن فليس؟ شاهدوا يا المواطنين، الأخت هذه مسكينة تبعثرت تبعثرت وضربت الديريكسيون 70 سؤال في سؤال. الخليفة الفيلا تاعك اجرتها في باتنا يعني اجرت الفيلا تاعي يجيب وفي قناه خاصه اكيد هذا في علاقه بالخليفه. شوفي كيفاش راك هزه يدك هكذا ومتحرش عليا، لانني متاكده من احتاري اسمحي لي، لست متحرشه سيد. قضيه الخليفه شوفي قضيه الخليفه داك علي بن فليس لما جاء الاخبار في سبتمبر 2002 اخبر امني رئيس الحكومه جيه تقارير، جاني تقرير باللي كاين مسائل في البنك الخليفه ماهيش طبيعيه اداريا. جمعت مجلس حكومي مصغر وامرنا بتحقيق، اشرف عليه مدير البنك المركزي هذا الحالي، وشرف عليه سي ترباش وزير الماليه مدير الديوان تاعي من سبتمبر حتى لمارس. جابوا التقرير بانت باللي كاينه خروقات لقانون العقوبات لي زانفراكسيون على لوا بينال. امرت مدير البنك المركزي الحالي لا يزال حي يرزق بتقديم شكوى ضد الخليفه بتهمه الفلانيه والفلانيه والفلانيه، والقضيه مشات للعداله والسلام عليكم ورحمة الله. لكن هذا التصريح أدليت به قناة خاصة يعني مؤخرا أنك وكأنك تجهل تماما يعني قضية الخليفة. واش نجهل؟ نروح نعلم واش كان في صدور الناس. ورغم ذلك كنت مأجر يعني حتى الفيلا تاعك يعني في بات. أنا ما أنا كي تكون عندي دار ممنوع عليا نكريها. كي نملك دار، أنا ملك دار حلال رزقي. أنت تحبي المسؤولية تاع السماء والأرض الآن. نعم. صحيح.